السلام عليكم، صباح الخير. معكم مصطفى مضفر. هاد تنتواجد اليوم بملعب محمد الزيدي بلاصطح باش تنشهدوا النسخه الاولى من الدوري الاجيال الصاعده اللي تنظم جمعيه قدماء اتحاد تالودانت بتنسيق وتعاون مع جمعيه اجيال تالودانت لكره القدم، وتعاون كذلك ديال مع الجامعه الحضاريه لتالودانت، الجامعه الترابيه لتالودانت، وعملت اقليم تالودانت. هاد الدوري تشارك فيه واحد 8 ديال الفروق، كاينين الذكور وكاين اناث. الذكور فيهم فئه ديال 2010 وفئه ديال 2011. الفرق المشاركه كاينه فرح تالودانت، كاينه رجاء تالودانت، كاينه اجيال تالودانت، وكاينه فضاء الاخوه. بالنسبه للذكور فئه 2010 2011. بالنسبه لفئه الاناث كاينين فئه ديال اقل من 15 سنه وفئه ديال اقل من 17 سنه. غادي يلعبوا في المساء ان شاء الله ديال من الساعه الثالثه زوالا. هاد الدوري تنقسم لجوج يومين، اليوم الاثنين صباحا ومساء. بالنسبه للمساء الاناث اللي شاركت فيه الفرق ديال الرجاء ايتي عزة، امجاد تالودانت، اطلس تاليوين، واثبتوا اجيال تالودانت، مدرسه اجيال تالودانت. بالنسبه للاناث الدوري تيندرج قلت ما قلنا في يومين من التباري. اليوم كاين مباراه الاقصائيه صباحيه ديال الذكور، والعشيه تكون مباراه الاقصائيه ديال الاناث. وبالنسبه سميتو المباراه النهائيه نكون ان شاء الله الخميس في نفس الملعب في المساء. السلام عليكم، انا ام الطفل كريم بخشوش. كنشكروا هاد الناس هادو اللي كيقوموا بهاد المجهودات في سبيل الاطفال وفريدات الاكباد ديالنا. شكرا لكاع الاطر والطاقم التقني كله اللي كيسهر على الراحه ديالهم، ومسيره موفقه لهم كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. اكرود محمد، مدرب اتحاد تالودانت، لاعب قادم لاتحاد تالودانت كذلك، وعضو في الجمعيه ديال قدماء اتحاد تالودانت. الحمد لله، يعني هذه بادرة طيبة اللي قمت بها جمعية قدماء مع جمعية أجيال للنهوض بالرياضة، وكذلك التنمية البشرية ديال تالودانت وكذلك بلدية تالودانت. لأن بالنسبة لي أنا كمؤطر، يعني أنه اللي شفت داخل رقع المغرب كامل كاين عناية كبيرة، وكان عندنا هاد الخصص، هاد الناس هادو اللي داروا هاد البادرة، يعني أنه من قلبي تنشكرهم. لأن 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 الخصص عندنا في مدينة تالودانت هو العناية بالطفل. وبالنسبة لي لهاد الجمعيات اللي مشاركين، ولا كذلك هاد الناس اللي منظمين، فيعني ولو أني نشكرهم غادي نتعذب باش نلقى لي كلمات اللي يتليجوا الصدر ديالي. لأن هاد الشيء اللي تنشوف دابا حاليا افتقدت تالودانت واحد المدة كبيرة. والحمد لله كاينين الرجال ديال الرياضه اللي بغاو ينهضوا بالرياضه في تالودانت، وهذه بادره كي تنقولوا اكثر من رائعه.